الظلمة فيان، لا الفرحة والحزن رفيقان. ظلم الإنسان وعفو الله وعدالته هل يستويان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله جل جلاله لما خلق الخلق ابتلاهم واختبرهم، ومن البلاء والاختبار أن ينزل عليهم فتن وابتلاءات، فينقسم الناس نصفين: نصف يصبر عليها ويرضى عليها، ونصف آخر يجزع من المصيبة إذا نزلت، بل ويسخط وربما يكفر بخالقها جل جلاله ومقدرها عليه. انقسم الناس نصفان: نصف صابر ونصف جازع، فهل يستويان؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام بالصبر، ابتلي وأوذي حتى قال لورقة أو مخرجيهم، يعني قوم اللي يحبوني ويسموني الصادق الأمين، قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. كم أوذي صلى الله عليه وآله وسلم؟ خنق، شتم، ضرب، هذا كله في مكة. رموا على ظهره ثل الجزور قذارات من الناقة، رمي بالحجارة، بصق في وجهه، طعن عليه الصلاة والسلام حتى كادوا أن يقتلوه، والله عز وجل ينزل عليه: واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. أوذي عليه الصلاة والسلام وقدر الله عليه البلاء، كل أولاد من الذكور قبض الله أرواحهم وهم صغار. ترى صعب، أصعب بلاء على الإنسان أن يموت ولده، صعب. وهني يبين الصبر، تراها يبين الإنسان صبره إذا الله يحفظ عيالكم، إذا لا قدر الله توفي واحد من الأولاد، أصعب شيء. أبناؤنا، أولادنا، أكبادنا تمشي على الأرض. فلما مات أحد أبنائه إبراهيم دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شوف على الطرف الآخر امرأة ما صبرت، كان ولدها للتو مات وهي عند قبره تصيح وتبكي، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: ما تدري من كثر المصيبة والهم اللي هي فيه، قالت: إليك عني، إليك عني، وخر عني، إنك لم تصب بمصيبتي، تما جربت الولد لما يموت. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم خلاها، قالوا: ويحك ما قلت، هذا رسول الله. فذهبت إليه تعتذر فقال لها: يا أمة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما ينزل الخبر، لما تأتي المصيبة، ينقسم الناس نصين: نص صابر وربما أعلى من الصبر راضي بعد، وما يقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وصنف آخر: ليش يا ربي؟ إيش معنى أنا شنو سويت عشان يصير فيني شري؟ هذا كل دليل على عدم الصبر. هل يستويان الصابر والجازع؟ أما الصابر الله يقول عنه: وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. من يتذكر هذا الكلام عند المصيبة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. صنف الآخر: هلوع، جزوع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. سمعتم بامرأة اسمها الخنساء؟ شوفوا الحالين وهل يستويان هذين الحالين، قبل الإسلام وبعد الإسلام. قبل الإسلام مات لها أخ
اسمه صخر، كانت تبكي على صخر كل يوم من الصباح إلى أن تنام، تجلس من الفجر حتى طلوع الشمس وتجلس تبكي إلى الليل على موت من؟ موت أخيها. أي جزع هذا! وكانت تشعر شعرا، ومن شعرها كانت تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. يا الله، أي جزع هي فيه! ما عندها ذرة من الصبر. أسلمت هذه المرأة وحسن إسلامها، وفي عهد عمر في معركة القادسية ودعت 4 من أولادها الكبار ليجاهدوا في سبيل الله، وذكرتهم بالله وانتظرت المعركة. شوف الفرق بين حال وحال، هل يستويان؟ وما إن انتهت المعركة إلا وجاءوها بالخبر: أيتها الخنساء، تقبل الله أبناءك 4، قبضهم الله شهداء. هل صاحت؟ هل بكت؟ هل اعترضت؟ شوف الفرق بين الحال الأول والثانية. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قالت: اللهم تقبلهم عندك شهداء واجمعني بهم في جنات النعيم. ولم تزد على هذا، إنه الصبر وذاك هو الجزع. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. بعض الناس إذا قال له الطبيب، للأسف التحاليل تثبت وقد أعدناها 2 و3 أنك مصاب بهذا المرض، إنا لله وإنا إليه راجعون، في ناس تنهار، في ناس تصرخ، في ناس تسب الطبيب وتشتمه، وهو شنو ذنبه؟ في ناس تلعن، في ناس تعترض، ما يصير، ليش يا رب أنا يصير فيني كذي؟ أما الصالحون فانظر إليهم. أبو بكر الصديق دخلوا عليه وهو مريض، كان في مرضه الأخير قبل وفاته، فقالوا لأبي بكر الصديق: ألا ندعو لك الطبيب؟ نادي لك طبيب يعالجك. فقال لهم: الطبيب قد رآني، بكل هدوء، شوف الصبر، قال الطبيب قد رآني. قال: وما قال لك؟ شنو قال لك الطبيب؟ قال: قال إني فعال لما أريد، إني فعال لما أريد. وبشر الصابرين، ما في إنسان على الأرض إلا وستنزل عليه مصيبة، لكن ليش تنزل المصائب؟ عشان تميز الناس، عشان تقسمهم نصفين، نصف صابر يجاهد نفسه ويتحمل بل ويرضى بقدر الله، وصنف يجزع ويسخط على قدر الله. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. يعني ليش ننزل البلاء؟ علشان نشوف الصابرين من الجازعين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهكذا يبتلى الناس، فيبتلي الله أخبارهم ويفضح بعضهم ويثبت آخرون، فهل يستويان مثلا؟ هذا البرنامج برعاية من بابنا الفقير متى. رمضان جميل، وكل عام وانتم بخير. مكتب الدعوة بالأحساء، لا تحرم نفسك الأجر وبادر بالمشاركة معنا في تأسيس الوقف الدعوي. تزود خير أيام، تزود. الحلو في رمضان لما تشوف الناس ناسية تعبها وتعطي من قلبها، وإيد على إيد الخير يعم ويزيد.
رمضان جميل وكل عام وانتم بخير. 26 عاما وهذا الصرح الشامخ ينهض بالعمل الدعوي بالأحساء، يدعو إلى الله ويخدم مئات الآلاف من المسلمين وغير المسلمين، زاره الفضلاء وأشاد به العلماء. مكتب الدعوة بالأحساء، مسلم جديد كل 6 ساعات، توعية الجاليات ودعوة المثقفين والشباب وكفالة الدعاة وطباعة الوسائل الدعوية وغيرها من أعمال الخير والبر. مكتب الدعوة بالأحساء، لا تحرم نفسك الأجر وبادر بالمشاركة معنا في تأسيس الوقف الدعوي. متى يصفف الصباح يا أبي ضفائري وأمضي بين إخوتي والشوق في دفاتري؟ هل ما يعيق فرحتي أني عجزت أن أسي، أم أنها إعاقة من بابنا الفقير؟ متى دولة المسافر رفيقتك في السفر. رمضان تزداد حلاوته بجمعاته، شمل الأحباب تلم ونصير عيلة أكبر، ساعتها تهل البركة وتعمر الدنيا بالخير. رمضان جميل وكل عام وانتم بخير. هذا البرنامج برعاية من بابنا الفقير. رمضان جميل وكل عام وانتم بخير. مكتب الدعوة بالأحساء، لا تحرم نفسك الأجر وبادر بالمشاركة معنا في تأسيس الوقف الدعوي. تزود خير أيام. الفرق بين الصبر والجزع أن الصابر راضي بقدر الله عز وجل، مؤمن بحكمته جل جلاله، ممسك لسانه وجوارحه عما يغضب الله. أما الجازع فكأنه معترض، كيف يحصل لي هذا الذي حصل؟ كيف أفقد أموالي؟ كيف أصاب بهذا المرض؟ كيف يقبض حبيبي وصفيي؟ كيف يحصل لي هذا البلاء؟ كأنه معترض على ربه جل جلاله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. يعني ألذ شيء في الحياة أنك تصبر. ولهذا قال الله عز وجل في الجنة: إذا دخل أهل الجنة الجنة لما دخلوها؟ وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذه هي الجنة، جزاء لصبرهم. هذا رجل مشلول، يقول أحد الصالحين مررت عليه، رجل أعمى شل جسده ما يقدر يتحرك وفقد بصره، على فراشه طريحا، يقول: فسمعته يقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فقلت له: يا فلان، فضلك على أي شيء؟ أنت مشلول وأعمى وعلى الفراش وفقير. قال: أليس لي قلب مؤمنا ولسانا ذاكرا؟ قال: وماذا يعني؟ قال: أنا خير ممن خلق الله من كثير من خلقه وفضلني عليهم تفضيلا. هذا رجل اسمه أبو ذؤيب الهذلي، شاعر مخضرم، في عهد عمر بن الخطاب كان في الشام. فقد هذا الرجل 7 من أولاده في يوم واحد. ترى أصعب شيء في الدنيا فقد الولد، والإنسان ربما يعني يصبر على فقد المال، يصبر على فقد أخ، على فقد أب وأم، لكن فقد الولد أصعب شيء، أكبادنا تمشي على الأرض. يقولون فقد 7 بوباء أصابهم فماتوا في يوم واحد.
قيل أربعة وقيل سبعة. فقال شعرا يعزي نفسه ويرثي أولاده: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. جزعت ولا ما جزعت، ترى الدهر مراد عليك. القدر ماشي ماشي، وقضاء الله نافذ نافذ. وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. صبرت ولا جزعت، ترى نفس الشيء، بس إذا صبرت لك أجر، وإذا جزعت خسرت الأجر. قال: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. ثم أخذ يذكر أبناء ثم قال: ولقد حرصت بأن أدافع عنهم، فإذا المنية أقبلت لا تدفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. فالعين بعدهم كأن جفونها سلمت بشوك، فهي عور تدمع. وتجلدي للشامتين أريهم، أني لريب الدهر لا أتضعضع. يعني ترى أنا اللي مصبرني عشان ما يتشمت فيني الناس، وماسك نفسي احتسابا للأجر، وإلا فيني من الحزن ما فيني، إنه موت الولد. مرت أعرابية على بيت ناس يصرخون، فقالت: ما الذي جعلهم يصرخون هكذا؟ قالوا: فقدوا قريبا لهم، عندهم واحد مات. قال: لا أراهم إلا على ربهم معترضين، وعلى قضائه ساخطين. يعني كل هذا الصراخ ليش؟ الواحد حتى لو يبكي يجوز، تدمع عينه ما يخالف، يحزن طبيعة البشر، لكن ليش الصراخ؟ ليش النياحة؟ لما شق الجيوب؟ لما لطم الوجوه؟ لما السب والشتم؟ يا أخي مات حبيب، اصبر. جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، يعني حبيبه في الدنيا، ثم احتسبه إلا الجنة. الله أكبر. يقول: ليس له أجر إذا احتسب فقد الحبيب إلا جنة عرضها السماوات والأرض. وفي حديث آخر: من فقد حبيبتيه، يعني عينيه، ثم صبر عوضته بهما الجنة. وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أما الذين جزعوا فإن الميت لن يرجع لهم، والمال ما رح يعود، والمرض ما رح يزول إلا إذا قدر الله، يعني البلاء فيك فيك والأجر راح عليك. شفت الفرق الآن؟ يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. السؤال: لو قطع الرأس ينفع الجسد؟ وهكذا لو ذهب الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول رجل عن نفسه، يقول: كنت أتنقل بين قرية وبين مدينة، يقول العمل وبيت والدي وأمي، فكنت أذهب من هذا المكان إلى هذا المكان، والطريق ساعات بالسيارة، فكل بضعة أيام أسافر وأرجع، عند زوجة ولدين وبنت. يقول: في مرة من المرات أختي قالت: سأذهب معكم. يقول: فركبت بالسيارة معنا زوجتي وأختي وولداي وبنتي. يقول: حنا مستانسين في السيارة، نقطع الطريق ساعات، نتحدث، نتسامر، وأولادي الصغار في السيارة وأختي وزوجتي. يقول: فجأة حادث، انقلبت السيارة. يقول: حاولت أن أدرك أولادي وزوجتي وأختي. يقول: اثنان من أولادي توفوا في لحظتها، وبنتي انشلت، وزوجتي يقول أصيبت في دماغها، فهي بين الحياة والموت. يقول: وأختي أدخلت في غيبوبة لا نعرف ما مصيرها. تخيل يا عبد الله، أخته، زوجته، كل أولاده يفقدهم في لحظة واحدة. ترى ثواني، ها؟
ثواني فقد الدنيا بأجمعها. والمصيبة أنه رأى أولاده وزوجته يحتضرون أمامه. يقول جلست عند زوجتي وأختي وبنتي في المستشفى أياما طويلة، ثم اضطررت بعدها أن أرجع للبيت. يقول دخلت البيت فهو على حاله، أرى وأسمع ضحكات أولادي أطفالي، أشعر بزوجتي في البيت، أشعر كأنهم موجودين، لكن لا حياة في البيت بعد اليوم. كيف سيصبر هذا الإنسان؟ وبعض الناس والله يمكن لو دنانير يخسرها جزع، بعض الناس لو ألم في رأسه شوي صداع ما يتحمل، ما في صبر. بعض الناس لو شوك يشاكها تجده يسب ويشتم، وأنا إيش حقي يصير فيني؟ وأنا شفت هذا الفرق بين المؤمن وبين الجازع الذي لا رضا له عن قدر الله عز وجل. ولهذا قال الله عن المؤمنين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أخي الكريم، أختي الفاضلة، الناس عند نزول البلاء ينقسمون إلى نصفين: نصف يصبر بل ربما يرضى على قدر الله، ونصف آخر يجزع ويسخط على قدر الله عز وجل. فاختر أي الطريقين تريد أن تسلك، فإن القدر نازل، لكن الجزاء على قدر الصبر يوم القيامة. الصابر والجازع هل يستويان؟ أما البلاء فلا بد منه، وليستعن العبد بالصبر والصلاة. كان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يستعين بها. سيأتي البلاء بلا شك على كل البشر، بعضهم بشيء من الخوف، بعضهم بالجوع، بعضهم بنقص أموال، بعضهم بنقص أنفس وفقد حبيب. لكن العاقل من إذا نزلت عليه مصيبة قال جملة عظيمة جدا من شطرين: إنا لله، نحن وأموالنا وأحبابنا وكل ما نملك كله لله، فلما الحزن؟ والنهاية ليست في هذه الدنيا، فنحن إليه راجعون، فلما الحزن؟ من قالها من قلبه نال ثلاث جوائز: صلوات من ربهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ومغفرة، وأولئك هم المهتدون. فما أجمل الصبر على المصيبة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لن جور قرين للإنصار لا
والصد طريق للغفران. هل تتفق الجنة والنار أو يحيى اليأس مع الإمام؟ لا الجور طريق للإنصار، لا الصد طريق للغفران. هل تتفق الجنة والنار أو يحيى اليأس مع الإيمان؟ ما بين حلاوة وحي الله وكلام البشرية شتى. هل يستويان مثلا؟ هل يستويان